بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، الحقيقة هناك الكثير من المعجزات بالفعل الإنسان عندما يطلع عليها ويتعمق فيها يزداد إيمانا. من المعجزات التي زادتني إيمانا فعلا معجزة أبواب الجنة وأبواب النار، هي من العلاقات الرائعة بين آيات القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام والنظام الرقمي لتوزع هذه الآيات والكلمات. أول شيء أيها الأحبة، القرآن يحدد لنا أهمية الرقم 7 كثيرا. كثير من الآيات تتحدث عن الرقم 7، وكثير من الأحاديث النبوية تتحدث عن الرقم 7. أنا اليوم سأقتصر على أبواب الجنة والنار. أبواب النار عددها 7، الدليل قول الله تبارك وتعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. إذن جهنم لها 7 أبواب. الحقيقة من الأشياء الرائعة في القرآن الكريم أن كلمة جهنم ذكرت في القرآن بالضبط 77 مرة، وهذه الحقيقة ليس فيها اختلاف بين الروايات والقراءات، هي ثابتة، لأننا نعلم أن الخلافات بين الروايات هي أحيانا يعملون تعملون، أحيانا يخدعون يخادعون، أشياء يعني قليلة جدا فقط تضيف معنى جديد. أما أن تجد كلمة كاملة متغيرة في القرآن هذا لا يحدث. يعني مثلا تجد مصحف فيه كلمة جهنم مذكورة 76 أو 78 مرة، لا، كل مصاحف الدنيا الآن والمخطوطات وأقدم مخطوطة الموجودة في ألمانيا حاليا وأخرى في بريطانيا في برمنغهام، إذا عددنا كلمة جهنم نجدها 77 مرة، مضاعفات الرقم 7، 7 في 11. كأن الله يريد أن يقول لك من كذب بوحدانية الله، لأن الرقم 11 هو دليل على وحدانية الله، هو عدد أولي في الأعداد، فقط هو الذي يقبل القسمة على نفسه وعلى واحد ويتألف من واحد وواحد، تكرار للرقم واحد. فهذا العدد أنا أعتبره دليلا على وحدانية الله، فمن كذب بالإله الواحد عز وجل فعقوبته نار جهنم ذات 7 أبواب. أنا ليس حديثي هنا، ولكن حديثي أعمق من هذا. الحقيقة أيها الأحبة، في القرآن العظيم نجد أن القرآن لا يعطينا عدد أبواب الجنة. يعني إذا قرأنا القرآن نجد أن النار لها 7 أبواب، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. طيب أين نجد عدد أبواب الجنة؟ نجده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث هو وحي ثاني، وحي ثان، وسنثبت ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: للجنة 8 أبواب، وفيها باب يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون. إذن النار لها 7، الجنة لها 7 أبواب، وباب خاص بالصائمين 8، يعني تزيد على النار بباب واحد هو مخصص للصائمين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. استخدم مضاعفات الرقم 7. هنا أيها الأحبة نجد أن القرآن ذكر أبواب النار، النبي ذكر أبواب الجنة. طيب ما هو لون النار ولون الجنة؟ لون النار غير مذكور في القرآن، ولكن لون الجنة مذكور: متكئين على رفرف
خضر وعبقري حسان. إذا فرش الجنة أخضر، شجر الجنة شديد الخضرة، مدهامتان مدهامتان شديدتا الخضرة، ثياب يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. إذا الفرش أخضر واللباس أخضر ولون الجنة الشجر أخضر، إذا لون الجنة أخضر، هذا بنص القرآن. طيب لون النار غير مذكور في القرآن، ذكره النبي. هنا التكامل بين القرآن والسنة، لذلك لا تستطيع أن تقول أنا سأكتفي بالقرآن، القرآن فيه كل شيء، ولكن أنت لا تستطيع أن ترى فيه كل شيء. النبي وضح لنا وشرح لنا الأشياء التي لا نستطيع نحن أن نستخرجها من القرآن، وإلا القرآن فيه كل شيء لا شك في ذلك، ولكن هل تستطيع أن ترى كل شيء أنت كإنسان؟ لا. إذن القرآن ذكر لون الجنة والنبي ذكر لون النار، قال عليه الصلاة والسلام عن جهنم فهي سوداء مظلمة صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي على ما أعتقد. فهي عن النار سوداء مظلمة. طيب الجنة لونها ماذا؟ أخضر بنص القرآن، والنار لونها أسود بنص حديث النبي. أبواب النار سبعة بنص القرآن، وأبواب الجنة ثمانية بنص حديث النبي. لاحظتم تكامل. هنا الشيء المهم أيها الأحبة، عندما كنت أتأمل ألوان الألوان في القرآن، اللون الأبيض والأخضر والكذا، طبعا اللون الأبيض هو الأكثر تكرارا في القرآن، ولكن تفاجأت حقيقة عندما وجدت أن اللون الأسود ذكر في القرآن سبع مرات بعدد أبواب النار، وتفاجأت أكثر عندما علمت أو رأيت أن اللون الأخضر ذكر ثمان مرات بعدد أبواب الجنة. طيب ما هذا التناسق، تناسق والتوافق؟ يعني هل يستطيع أحد أن يقول هذه مصادفة؟ الشيء المذهل أكثر أنني قمت بإحصاء كلمة أبواب في القرآن، مع العلم أن كلمة أبواب قد تأتي بمعنى أبواب السماء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، لا تفتح لهم أبواب السماء، مثلا وقت البيوت من أبوابها، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. إذن كلمة أبواب لها معاني ولها استخدامات كثيرة في القرآن، ولكن سبحان الله عندما أحصينا الآيات التي ذكرت فيها كلمة أبواب كان لدينا 15 آية، يعني كلمة أبواب ذكرت 15 مرة في القرآن. طيب الرقم 15 ما هو؟ عدد أبواب الجنة كم؟ 8، وعدد أبواب النار 7، المجموع 15، كلمة أبواب في القرآن 15. طيب هذا الشيء يحير العقل والله أيها الأحبة. طبعا أنا ليطمئن قلبي ماذا فعلت؟ قمت بعمل جدول ووضعت فيه كلمة أبواب، تبين أنها تكررت 15 مرة، وأنا أرى هذا الجدول، قلت في عقلي سأنظر إلى الآية رقم 7 والآية رقم 8، نحن لدينا 15 آية من 1 إلى 15، فالآية السابعة أنا توقعت أنها تتحدث عن أهل النار أو أبواب النار، والآية الثامنة توقعت أن أجد فيها أبواب الجنة. أنا هكذا توقعت من الجدول قبل أن أدقق وأقرأ كل آية، كانت المفاجأة بالفعل. الآية رقم 7 بين كلمة أبواب، طبعا نحن وضعنا كلمة أبواب
15 آية. الآية التي ترتيبها سبعة يعني أبواب النار، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، تتحدث عن أبواب النار، سبحان الله، أبواب جهنم. الآية التي تليها رقم ثمانية، ماذا قال الله فيها؟ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، سبحان الله، تتحدث عن الجنة. طب يعني والله أنا أريد أن أستخدم عقلي، كل هذا بالمصادفة؟ يعني اللون الأسود يتكرر 7 مرات بعدد أبواب النار بالمصادفة، واللون الأخضر يتكرر 8 مرات بعدد أبواب الجنة بالمصادفة، وكلمة أبواب تتكرر 15 مرة، مع العلم أن هناك أبوابها وأبواب السماء وكذا، 15 مرة بعدد أبواب الجنة والنار، والآية السابعة تتحدث عن أبواب جهنم، والآية الثامنة فيها تتحدث عن أبواب الجنة. والله هذا الأمر لا يمكن أن يكون بالمصادفة، ولا يمكن أن يكون من تأليف بشر، ولا يمكن أن يكون القرآن قد حرف، لأنه لو تم تحريف القرآن لاختفى هذا النظام الرقمي المبهر. لذلك هذه المعجزة زادتني إيمانا، وأتمنى أن تزيدك إيمانا أخي الحبيب. ويعني دعونا نختم بهذه الآية الكريمة التي قال الله تعالى فيها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.